سلام حبيباتي، وش راكم؟ مش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، ان شاء الله اموركم كامل تكون مريقلة، تكونوا متهنيين فرحانين وزينات زين حولات. كما كل يوم تجر الروتين تاع سمسومة يبدا هنا في البوتاجي. هنا كما راكم تشوفوا شربت حليب وطيبت شويه زريره، احنا نقولوا لها في قلمه الزريره اللي هي البسيسه ولا الروينه في بعض المناطق. افطرت بها ومن بعد درت قهوه سخونه، حطيت الروز تاعي غسلته بها ايا وشربت قهيوه تاعي، وممطو راح نوجد الكسره البنات. كيما على بالكم خيتكم توجور الكسره ما تخطيش من الدار، الخبز ما يكزيستيش الا نادرا في الحالات الحرجه. المهم حبيباتي، هنا كيما راكم تشوفوا احنا الكسره تاعنا يعني في جهتنا ولا في فاميلتنا ولا في عائلتنا ولا في دارنا، من الاخر نديروا فيها الزيت الملح والخميره، خميره الكسره. مي البنات شوفوا احنا ما نديروش كيف يقولوها البيكربونات، ما نديروهاش في الكسره. كاين يعني هيك ناس يديروها، مام هنا جيراننا كاين اللي يديروا الكسره بالكربونات، احنا ما نديروش الكسره بالبيكربونات، نديروها غير بالخميره تاع الخبز ونعجنوها مليح ونطيبوها وخلاص. المهم حبيباتي على بالي كامل تعرفوا ديروا الكسره واش هي الكسره كامل، يعني كيف كيف في المناطق كامل واش هي، كاين اختلافات بسيطه برك يعني من منطقه لاخرى. هذه الكسره البنات تاع الرخصاص، ماهيش الكسره تاع ماهيش الكسره تاع المطلوع. فوالا هذه هي حباباتي، نرحب بالمشتركات جدود، نرحب بالقدوم، نرحب بكم كامل ونشكركم على التفاعل. نشكر كل واحدة عملت لي جام، كل واحدة خلت لي كومنتار، كل واحدة قلت لي نحبك. نوجه تحية للأخت سمير واعري، هذيك الكونتاحة اللي قلت لي راكي تونسيني في غربتي. والله حبيبتي فرحتيني بالكلمة هذه، أنا نونسكم وانتم تاني تونسوني بهذوك التعليقات وتفرحوني تاني. ونتمنى يكون المحتوى يعني في كما يقولوا في عند حسن ظنكم، ونتمنى انا ثاني يكون عند حسن ظنكم، ونتمنى ما تبخلوش عليا بالمزيد والمزيد من التفاعلات في القناه. لي جام البنات سيرتو لي جام هما اللي يطلعوا لي فيديو ويطلعوا القناه، باش هكا تعبي ما يروحش في الباطل، لانه التصوير صدقوني يعني متعب ويدي وقت بزاف، التصوير والمونتاج. هذه هي كيما قلت لكم حبوباتي، ما تبخلوش عفوا عليا باللي لايك، وما تبخلوش عليا بالبارطاج وبالتعليقات المشجعه. وتاني نوجه تحيه لواحد الاخت اخرى، نورمالمون الكونت تاعها سوها شافيه غير على سوها، سوها توجور تاني حتى هي تعلق لي وتخلي لي تعليقات زوينه كيفها. تاني نقولها حبيبتي ربي يحفظك وربي يعطيك صحتك وربي يخلي لك وليداتك، ودمتي وفية للقناة ودمتو كامل وفيات للقناة. وكل مرة من وجاي راح نقدم تحية الزوز ولا ثلاثة منكم، باش هكا انا تاني نرجع لكم كما يقولوا نرجع نحسوا بعضنا البنات، نحسوا باللي رانا شغل اون كونتاكت مع بعضنا، فهمتوني؟ يعني التعليق تاعكم مش راح تعلقوا التعليق هكاك وتروحوا، انا راني نقرا تعليقاتكم ونفرح بها بزاف صدقوني. وان شاء الله كيما راكم تفرحوا فيا ربي يفرحكم، ونتمنى انكم تعاونوني باللجام وبالبارتاج، باش هكا تطلع القناه ويطلعوا لي فيديو يشوفوهم ناس بزاف، وما يروحش كيما قلت لكم تعبي في الباطل. وانا تاني ما راحش نبخل عليكم حبيباتي، سواء بالروتينات هذه اللي تونسكم وتعطيكم افكار، ولا بالاطباق اللي نطيبها نشاركها معاكم. وتاني حبيباتي اهم حاجه في الموضوع هي الدروس تاع الخياطه اللي ما راحش نبخل بها عليكم. هنا البنات العجينه تاعي حطيتها في بوخت مونجي هذه وقفلت عليها، باسكو ما لقيت حتى ساشيه، على بالكم دي فوق تحوسوا على الساشيات ما تلقاوهمش. فوالا حطيتها هي بالغلاق، يعني راح تطلع فيها الكسره وترتاح بها. فوالا هذا الروز تاعي راه ديجا يعني غسلته بيا، راح نحطه يطيب، ندير له رشه تاع ملح وشويه زيت الزيتونه ونحطه يطيب، على خاطر هنا الروز البنات غير انا اللي ناكله، وسخفت عليه بالطون الروز بالطون سخفت عليه، ولدي انا ما ياكلوش يعني ولدي، راح نقلي لي فريت يعني للغدا ونزيد معاها هذايا الروز. هذه هي المهم حبيباتي، ربي يدوم علينا النعمة ان شاء الله وربي يدوم المحبة بيناتنا. هنا راني نمسح الطابلة تاعي، هنا فرزت الكوزينة خليت الكسرة تاعي عفوا العجينة تاعي ترتاح،
ورايحة نشوف القش في الكراج. فقط ابقوا معايا حبيباتي، هاكم تشوفوا الكوزينة مرتبة. ايتو اليوم ما كانش على بالي، يعني بديت نطيب وجدت الكسرة به نطيبها وفوالا ونوجد في الغداء ومنها. ومن بعد جاتني العين، احنا العين البنات ما تجيناش يعني ما تجيناش سما، جاتني على غفلة، عندها تقريبا 10 أيام ما جاتش. خويتكم جيست ما جات العين، لغات الكسرة لغات الغداء، يعني درت أنوليل كلش في الكوزينة وجيت نجري حليت العين، سيقت الدار كامل والزربة. ومن بعد جبت الزربية هادي، وعندي تاني زورة وبساط خلاف، قلت نغسلهم، لازم نغسلهم قبل ما تروح العين لبنان. كيما راكم تشوفوا راني نحك، شوفوا شبعت تزرزيق، شبعت ميمان، شبعت رغاوي البنات. واش نقولكم، اللي جات العين خلت الدنيا تبرق، اللي جات العين وانا زي الحوت نتخبط نتخبط في هذاك الماء حتى راحت. من بعد حطيت زربيتي تستقطر وجيت هنا نطلع على تويتي. تويتي مسكين قعد وحده، كان عنده صحيب وكانوا زوز عندنا كناريات في السخانه هذيك القويه تاع الايامات اللي فاتت، واحد منهم لقيناه ميت مسكين، والله غضني بزاف سخانه هذيك البنات، يعني الله لا يعيدها. هذا واش نقولوا، فوالا هنا كيما شفتوا انا نشر القش تاعي البنات في الكراج، يعني على الغبره ونخف يديه الريح ايتو مستور وكلش، لانه هنا في الكراج سخانه وننشر صباح العشيه يعني نلقاه شايح. ايبا تسمى نقول ما كان له نشق يروح الفوق للسطح وننشره، بالك يديه الريح، بالك منا بالك منا، ننشر هنا في الكراج قدامي قريب وكل شيء. هيا ندي القش تاعي نحطه في الشمبره. هنا دنيتي مسيق، شوفوا البنات اني كنسيق الدار، نحس بواحد الطاقه ايجابيه ونحس بواحد النشاط ونحس بواحد الراحه نفسيه ما تفضش. فوالا حبيباتي، نرجعوا للموضوع تاعنا اللي هو الفيديوهات تاع الخياطه. كيما قلت لكم ما راحش نبخل عليكم، راني موجدت لكم سلسله هايله تعليميه في الفصاله والخياطه، على بالي باللي نسبه كبيره كبيره منكم يحبوا الخياطه ويحبوا يشوفوا طريقتي في التفصال. وبالنسبه حقا للبنات الجدد اللي دخلوا ومازال ما شافوش كيما قلت لكم الفيديوهات تاع الفصال والخياطه اللي دايرتها، نقول لكم البنات اللي حابين تتعلموا الخياطه مرحبا بكم في قناتي حباباتي. راني عامله دروس بزاف على التفصيل والخياطه، على انواع الفصاله، انواع الكروازي، الفصاله على القيس، الفصاله بالمقاسات، يعني كامل انواع الفصاله مديرتهم بطريقه سهله جدا جدا جدا. على بالي راح تشوفوا الفيديوهات وراح تفيدكم بزاف. هنا البنات راني جيت نشوف نفقد الحوايج تاعي، هادو كنت نشرتهم هم ديجا شاحو ما بقالهمش بزاف، والزربيه ثاني راهي قطرت ومبقاش فيها الماء كامل، يعني الماء كامل راح منها بدما طلعتها هنا فوق السطح عند الشمس، وكاين شويه الريح يعني ريح خفيف برك، مي يعني ليه شاحو هاني عاود نشرتها مام هي يعني روعه، مام هي نشرتها دركا يعني نقدر العشيه هذه ندخلهم نورمال، يعني ديجا راه ما بقاش فيهم الماء تقريبا يشيحوا. وهبط نكمل شغلي لتحت في الدار ونكمل معاكم الحكايه تاع الفيديوهات التعليميه. قلت لكم البنات مديره فيديوهات بزاف على التفصيل والخياطة، كامل أنواع التفصيل، وتاني دايره سلسلة خاصة يعني بالباترون، سلسلة خاصة بالباترون من الألف للياء، يعني من اللي تبدأ تتعلمي كيفاش ترفع المقاسة تاعك حتى كيفاش تطبقي الباترون على القماش، يعني كامل هذا الشيء تلقاوه في قناتي. ويعني وخليكم تاني من الفيديوهات تاع لي مونش، كيفاش نفصلوا لي مونش، كيف نفصلوا رقابي، انواع لي مونش، كامل كامل تلقاوه في القناه، مرحبا بكم. واكيد راح نزيد نحط معاكم المزيد والمزيد، على بالي راكم تحبوا بزاف الخياطه وتحبوا تتعلموا الخياطه، وعلى بالي باللي الطريقه تاعي تجيكم مفهومه وسهله والشرح تاعي يعجبكم، وانا اكيد ما راحش نبخلكم، فقط انتم حبيبات ما تبخلونيش باللي جام البارتاج والتعليقات المحفزه باه تزيدوا عفوا تكرجوني نحط اكثر واكثر. كيما شفتوا هنا الروز تاعي طاب، درت فيه شويه طون وزيت، يعني الزيت تاع الطون في الروز ومعها شويه طون تاني البنات تهب بالبنه ما تفضلش ان نموت عليها. والكسره تاعي ديجا هاي طابت، دركا راح نطبق القش تاعي.
نخبيها. الله الله كيما تشوفوا خيتكم الفحله، شوفوا البنات كيفاه الدنيا راهي تبرق تبرق، راني فرحانه البنات. انا نهار اللي يجي فيه العين نفرح نموت بالفرحه. شوفوا نزرزق الدنيا كامل نسيقها، شوفوا كي نشوف هكا الدنيا تلمع ونظيفه ونقيه، الغبره ممسوحه البنات، القش مغسول مطبق. الله الله ليسونسييل، كل حاجه مرتبه كل حاجه نظيفه. نمسح الغبره، نسيق، نغسل القش، نغسل الماعين، طيب سيرتو كي نطيب الكسرة يا حناني، وتكون الكسرة الله الله السخونة تقرمش في الكوزينة، الغدا واجد، نكمل شغلي كامل، نحس بواحد السعادة يا البنات. ما تفضش ما تفضش، تحس بالراحة النفسية بالطاقة الإيجابية. يا ما نحكي لكم شنو مهم لازم تنوضوا كامل البنات، نحيو عليكم هذاك العجز والكسل، شهدوا واستغفروا ونوضوا الله الله، يعني نوضوا نظفوا داركم، نوضوا خدموا شغلكم، تحسوا بالراحة، يعني نحيو عليكم هذاك الاكتئاب والخمول هذاك. المهم الإنسان يخدم في داره، يقوم بولاده، يلتهم بروحه هكا، يعني يغير النفسية تاعه بأبسط الأمور. أنا سامحوني الفيديو كان مقلوب، كنت قليت لي فريت وولدي موت على لي فريت. شوفوا دي فوا يقول لي ماما ديري اومليت، ماما دي فوا يقول لي لا انا ما نحبش العظام، والله ما فهمت الطفل هذا. انا تاني كان عندي شويه هندي بصحتكم، شوفوا البنات العام هذا راني هابله على الهندي، ما الفرق قبل معني ما عندي حاجه فيه، مي العام هذا هبلت هبلت عليه. ما على باليش انتم كيفي ولا لا، هيا قولوا لي كامل في لي كومونتير شكون تحب تاكل الهندي بالكسره. تاني وشوية عنب ربي يدوم علينا نعمة إن شاء الله يا رب العالمين. اتهلاو لي البنات في الفيديو، وتهلاو في رواحكم، ونلتقي في فيديو لاحق بإذن